محمد الغرباوي تخصص الباك اند ديفلوبر وتيم ليد لفريق اوبنتو لخدمات البرمجه والتصميم المحتضن ضمن مبادره ستارت ماتش في حضن تيكاس. قبل ما نكون فريقنا كنا كل شاب بيشتغل لحاله في البيت، ولكن كانت تواجهنا معضلة كأفراد لما نشتغل لحالنا في البيت. كان مثلا يجينا المشروع احنا ما نقدر نشيله كامل، كان مثلا بده عدة خدمات، فهذه المشكلة أدت إلى إن احنا بدنا تيم كامل، فمن المشكلة أتى الحل وتجمعنا في تيم أوبنتو. فريقنا في الأصل مجموعة من الأصدقاء، وإحنا اخترنا أن احنا نخرق الفرصة بدل ما نستنى أنه هي تجينا. كانت في كثير من المشاكل اللي بتواجه فريقنا في البداية، مشاكل في المعدات، مشاكل في الأمور اللوجستية، مشاكل في الخبرات حتى كمان بحكم أنه احنا فريق ناشئ. سجلنا في مبادرة ستارت ماتش، واللي من خلالها دخلنا في عدة مراحل، بدأت في المرحلة الاستشارية، بعدها مراحل التدريب والتطوير، واللي من خلالها قدرنا نحن ننقل فريقنا نقلة نوعية في العمل. ساعدني مشروع ستارت ماتش على أنه أطور من شغلي وأكبر من شغلي، بحيث أنه أنا كنت أحتاج سكريبتات مدفوعة مثلاً لشغل الموشن جرافيك، كنت أحتاج مواقع مدفوعة، كنت أحتاج كورس موشن مثلاً. مشروع ستارت ماتش أعطاني ووفر لي كل هذه الأشياء، مما أدى إلى تطويري بشكل شخصي وزيادة الإنتاجية ورفع جودة العمل لدى الفريق. خلال برنامج ستارت ماتش فتوفرت المعدات وتوفر المكان اللي يجمعنا وتوفرت جلسات إرشادية لتطوير خبراتنا، الأمر اللي ساهم بشكل كبير أنه احنا نرفع من إنتاجيتنا وجودة عملنا. ففي عندنا فريق للبرمجة، فريق للتصميم، فريق للتسويق، فريق للموشن جرافيك، وفريق للتصوير. الحمد لله كل الخدمات اللي سردناها مسبقا بنقدمها على أعلى مستوى، بحيث أن الزبون يكون راضي ومبسوط دائماً.